في تيمو سيت اليوم كما قلت لكم طيب لكم كيك بالجزر، راح طيب لكم حتى كيك ززر تاكلوا اصابعكم وراه. اول ما نبدا في كيك الززر بكل محبه ووديه علشان تطلع الكيك حلوه يعني يا اخويا يا انيس يا اخويا صباح الخير يا اخويا خير يا معلم. ناخذ زوز كيسين فرينا نحملهم على خاطر احنا نعملوها بكل محبه ووديه، ناخذ زوز كيسين فرينا نحملهم ومعهم كيس ززر مبشور. وين سمعت كيس ززر مبشور؟ معناتها مبشور اقصد ربي اصبر مبشور. مبشور معناتها مرحي. به بعد ما كما قلت لكم قيدوا بالله قيدوا، بعد ما خذينا زوز كيسين فرينا بعد ما حملناهم معهم كيس ززر مرحي ونص كيس سكر، كيس سكر علشان تبقى حلوه، وناخذ زيد ثلاث عظمات وبعد كان زيتوها 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 بنص كيس زيت باش تطلع شعر زيت. احنا تو خذيناهم هذو مخذيناهم، شو عملنا بهم الساعه؟ هذو كل كي ناخذوا فباش نحملوهم. لا باش نحملوهم نحملوهم باهي كل كي باش نحملوهم. كيس زيت تحملوا انت في حض في حضنينا يعني في حضن عينيك. بعد ما حملناهم بعد كيس الزيت نعسوها ونخليوها تعمل قيلوله بواحد خميره. باهي بعد ما نعسناها بواحد خميره ومع هذا الكل كيه نجيو نرميوه نرميوه فيها قرفه متحطمه ضربه ديبرسيون القرفه. باهي فهمت معناها مرحيه متحطمه بالديبرسيون ومعها نص كاس زهر وكاس زبيب. باهي ايوا يا خويا ده واضح؟ واضح كلامي واضح واضح جدا. باهي وهذا الكل كيه بعد ما حملوهم نخلطوهم مع بعضهم ونسقطوهم في الفور وهكيك كيك كيك ززر راح يتب قريبا مع تيموس على كنوز فيم. وشكرا يا حبايبي يا حلوين. وين الجزر؟ وين الجزر معل؟ نعم الجزر وين؟ قلت لكم ما دخلنيش بعض، قلت لكم ززر مبشور. ززر مبشور، مبشور. ايوه يا خويا انت راح تتلفني. ما يضرش تلمو مبشور ما يضرش. فوالا هي بازي هكيكه خفيفه تجمو تتسحروها مع تيموسيت وبالحق قبل الاكل والله صحاح هذوما الكل صحاح ويتعدى نهارك لاباس. يتعدى نهارك لاباس حتى قلق. اي ما تعدى حتى قلق ومعهم كيس حليب تبدا كيكه خفيفه نظيفه قابله للاكل. قابله للاكل تيموس.